نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا من لندن الأكاديمية واستشارية تطوير العلاجات الدكتورة ميس عبسي. دكتور ميس، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. الأرقام مخيفة فعليا عن عدد المرضى الذين لا يصح أو يعني لا تتسنى لهم الفرصة لتلقي العلاج في أقسام الطوارئ في المستشفيات. كيف تقيمين فعليا الإجراءات المتخذة من الحكومة للتعاطي حتى مع تداعيات يعني فيروس كورونا على القطاع الطبي وما تبعها من إضرابات كذلك؟ مرحبا وشكرا للاستضافة. الآن بالنسبة لنظام الـ NHS يعتبر من أفضل أنظمة صحية في العالم، لكن بالسنوات الأخيرة وخاصة بعد الوباء صار فيه تدني أو تراجع في بعض الخدمات، ليست كل الخدمات لكن في بعض القطاعات ضمن الـ NHS، وعلى رأسها هي الـ A&E. لو نظرنا بالنسبة للإحصائيات مثلا، نحن قبل الوباء كان في عنا فترة الانتظار ما لازم تتجاوز 4 ساعات بالـ A&E Department، وكان هذا محقق تقريبا 80% من الأشخاص، لكن بعد الوباء انخفضت هذه النسبة، صار 70% من الأشخاص بينتظروا 4 ساعات، والنسبة الباقية هي أكثر من 4 ساعات. في عنا أيضا موضوع الإمرجنسي، صار في عنا زيادة تقريبا على الأقل 30 دقيقة في تأخير في وصول سيارة الإسعاف بالنسبة للمرضى. فبعض هذه الأمور طبعا السياسة الحكومة للأسف مثل ما بنعرف الكونزرفاتيف بارتي لا زال عم بيحاول إنه يخفف من المشكلة أو من وطأ هذه المشكلة، وبيقولوا إنه في عم بيحاولوا إنه يزيدوا الفندنج، لكن الشيء بحتاج من الجوفرمنت انه يكون في اسراع باتخاذ الوسائل اللازمه، لانه حاليا اللي عم بيصير انه في عندنا خلل ما بين الديماند والسبلاي، يعني موضوع الطلب على الـ NHS صار عالي جدا وخاصه بعد الوباء، وبنفس الوقت موضوع السبلاي يعني الشيء اللي عندنا التجهيزات من ناحيه مستوى، خلينا نقول عدد الاطباء، من ناحيه عدد العاملين في القطاع الصحي، الممرضات، موضوع الخدمات المجتمعيه السوشيال كير، هي كلها عم بتعاني من انه نقص حاد بالنسبه لعدد الستاف الناس العاملين، ونفس الوقت في انخفاض مثل ما بنعرف يعني الانفليشن تضخم كثير كبير، زادت بالنسبه للمثلا نيرسز لو اخذنا رواتبهم ما كافيه وعم بيشتغلوا عدد ساعات كثير كبير. البريكزيت لعبت دور ايضا في انه في عندنا عدد المتدربين بالنسبه للمجال الطبي صار تاثر، انه مثل ما بنعرف طبعا التدريب الطبيب او الممرض الممرضين هي عباره عن بروسس طويله ممكن تاخذ سنوات. صحيح. فنحن حاليا انه حتى نبدأ بتلافي هذه الموضوع خسارة الكفاءات. طب دكتور ميس، اليوم يعني في ظل هذا التدهور الذي يعيشه القطاع الصحي والطبي، يعني أيضا يتعزز شعور انعدام الأمان لدى المواطن البريطاني في حال يعني مرض أو حدا من يعني عائلته، كيف يمكن اليوم أيضا مواجهة لربما الحالة الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا الوضع؟ نعم، مثل ما بنعرف نظام NHS هو نظام متساوي، يعني نحن جميع الأشخاص ممكن يروحوا لل NHS ويحصلوا على نفس الرعاية الصحية بغض النظر عن مستوى الاجتماعي أو المعيشي خلينا نقول، لكن حاليا بسبب هذه الضغوط عم نلاحظ أنه في انزياح عم تلجأ مثلا بعض الفئات المجتمعية للقطاع الخاص. طبعا هذا شيء ما هو جيد، لأنه ممكن أنه يؤدي إلى تدهور الـ NHS بشكل أكبر. نفس الوقت النقطة اللي ذكرتها حضرتك كتير مهمة، لأنه نحن لما نجي مثلا يكون في عنا انتظار طويل بالنسبة للشخص ليدخل للأيني وبالنسبة للإسعاف، فالحالات الشديدة ممكن تصير أشد، وهذا يعني أنه ممكن يصير في عنا حالات وفيات. لكن حاليا لازم أنه نأكد أنه صحيح في عنا تأخير أو تأجيل، لكن ما عم بيكون بالنسبة للحالات اللي خطيرة، يعني الحالات الخطيرة لا تزال أنه هي على top priority، لكن بالنسبة للحالات الأخرى هي بدها تأثر بشكل طبعا غير مباشر، لما بيصير المريض بينتظر فترة طويلة لحتى يتم تشخيصه، هذا يعني انه حالته ممكن تتدهور، نفس حتى الوقت بأثر ايضا يعني على كلفة العلاج كذلك، يعني بطبيعة صحيح صحيح صحيح. حتى ايضا لما النقطة مهمة انه الرعاية المجتمعية لما عم تتراجع عم بيصير في عنا عدد الأسرة بالمشافي قليل، لانه ما عم نحسن ديسشارج المرضى، فهي كلها عوامل يجب ان تاخذ الحكومة بعين الاعتبار. شكرا لضيفتنا من لندن الأكاديمية واستشارية تطوير العلاجات الدكتورة ميس عبسي، شكرا.